يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. اليوم رح يكون الجزء الرابع لدراسة مهارات محو الأمية البصرية الصحفية. رح نتابع مع هالدراسة المهمة جدا بهالقسم. تتمت الحلقة الماضية مع بنيوية الدال والمدلول والبلاغة البصرية. هلأ بتحقق الصورة الوظيفة المعرفية التواصلية لما بتنقل المعلومات المرئية، مما بيعطي المشاهد فهم أوسع للقضايا يلي تم التقاطها بالصورة. الخطابة هي مهارة الإقناع بشكل عام أو إقناع شخص ما بقبول وجهة نظر معينة. وهون بتضيف الباحثة إنه المشاهدين بينظروا للصور لتجربة مشاعر الحدث أو للإدراك لمعلومات مرئية للترفيه عنهم، وهالشي بيعكس الوظيفة التعبيرية. وظيفة المصور التعامل مع موضوع مؤطر والمشاركة بعملية تصوير، وبأثناء ذلك رح يقوم بدور وبوظيفة مثيرة للإعجاب، وهي ترك انطباع على المشاهد بمساعدة توظيف الجمالية يلي بتجذب مشاعر المشاهد من خلال الصور المرئية. الخطاب البصري إذن بيبحث باستراتيجيات بلاغية معينة بالصور من خلال فحص كيفية التصوير الفوتوغرافي والتحقق من هي الوظائف. علاوة على ذلك يمكن للمشاهدين استخدام مفهومين الدال والدلالة المسمى بالفعل بمنهجه البنيوي المبكر للصور الفوتوغرافية بالصحافة، ولاحقا ببلاغة الصورة للكشف عن بعض الاستراتيجيات المرئية. دائما يوجد رسائل بالصورة الفوتوغرافية، رسالة أيقونية مشفرة ورسالة أيقونية غير مشفرة. الرسالة اللغوية للصورة هي التسمية التوضيحية، ومن خلال التسمية بيتم الإشارة للرسالة الأيقونية المشفرة وبيتم الإشارة إلى غير المشفرة، أو بالكلمات المؤلفة للصورة بيتم الإشارة للصورة الحرفية والصورة الرمزية. اكتساب مهارات القراءة والكتابة البصرية للدلالة اتطور من الأساطير في الميثولوجيات المعرفة بأنها الجمعيات الثقافية يلي بتتشبث بالأشخاص والأماكن والأشياء الممثلة للدلالات بالصورة، والموسيقى والنص بالإشارة على سبيل المثال لبعض تقنيات التصوير الفوتوغرافي. في سياق التصوير الصحفي استخدم الفهم الأخير للدلالة، بالإضافة لأن الدلالات تتضمن الجمعيات الثقافية يلي بيعترف فيها المشاهدين بعملية الترجمة الفورية. طبعا هون عم بحكي عن الترجمة الفورية، هو ترجمة المشاهد للصورة مباشرة، لا يعني أنه الترجمة اللغوية الكتابية. يعني يمكن تطبيق هاي المفاهيم على العديد من القطع الأثرية الثقافية المرئية. على سبيل المثال بيستخدم الفن المعاصر وأغلفة المجلات الدمى للتعليق المعنوي للتحليلات، ويمكن كمان تبسيط تعريفات هدول المصطلحين لغرض البحث التجريبي مع أطفال المدارس لتصير الدلالات هي يلي بنشوفه حرفيا بالصورة، والدلالات هي يلي بتدل على هاي الأشياء والكلمات أو بتقترحه من خلال يلي بتعرضه وكيف بيكون وبيظهر من خلال العرض. تقترح الباحثة تطبيق تقسيم الدلالي الضمني كإطار عمل لتفسير الصورة الصحفية. بمعنى آخر وصف المحتوى المرئي أولاً لملف صورة فوتوغرافية، وبعد هيك جميع الاتصالات يلي بيتضمنها هذا المحتوى. من حيث الدلالة يمكن للمشاهدين اختيار معاني معينة للصورة وتجاهل الباقي الأكثر صعوبة وغموض بسبب الطابع متعدد المعاني للصور. تفسير العديد من الصور الصحفية بيمليها بكتير من الأحيان سياق محدد، وعلى الرغم من أنه الاعتماد المستمر للصور الفوتوغرافية على هذا السياق فممكن يؤدي هالشي لتفسيرات سطحية ويحرم الصور من غموضها. وهيك بهذا السياق بتتفق الباحثة مع الرأي يلي بيشير إلى أنه النص بيساعد في تحديد المحتوى المرئي، لكنها بتزعم أنه يجب أنه يكمل فقط الجزء الدلالي من التفسير.
بما انه الخيارات التقنية يلي بيقوم فيها المصور احيانا بتنتمي الى دلالة، بتقترح الباحثة تضمين وصف اساسي بهي الدلالة لنوع الاطار والتركيز والضوء، وكمان بما في ذلك تفسير دور هون بالصور الفوتوغرافية كدلالة. قد يساعد هذا النوع من الاستراتيجية بالكشف عن الحجة البصرية البلاغية للتصوير. تعد الكتابة أحد الأمثلة على الدلالات يلي بتحدث بشكل شائع بالصور، وبالمثل بتشير لهالشي الصورة المرئية. ممكن يستخدم الباحثين إما مجموعة من الاستعارات المرئية أو الكتابة، ويستخدموا هذا الشيء لتوضيح المفاهيم المجردة. يذكر عن علم اللغة أنه الاستعارة والكناية هي أهم الشخصيات البلاغية، ويلي بتشمل كمان المبالغة والتشبيه والجناس التكرار والتناقض والتجسيد. أحد تعريفات الخطابة بالصورة إنها سلسلة من التناقضات المتداخلة، كما أنه السمات المجازية للصور الفوتوغرافية بيتم وضعها جنبا إلى جنب لتوفير السياق والتفسير. الكتابة بتستدعي خيال المشاهدين كمجرد جزء من المشكلة أو للكائن المعروض بالصورة، ومن هون بيصير في مجال للتفسير والمشاركة العاطفية مع الحدث المؤطر. لكن لما بتستخدم الأشكال البلاغية المرئية بتعليم التصوير الفوتوغرافي، فإنها بتتطلب مسبقاً شرح بالعينات والتمارين البصرية. بالعديد من الأحيان الشخصيات الخطابية البصرية بتظهر بشكل رئيسي بصور أيقونية بتحظى باعتراف الجمهور كأهمية ثقافية، ومو بالصور الصحفية العادية يلي بيتم عرضها بشكل شائع. يلي بيوفر خطاب الصورة إرشادات يمكن تطبيقها بالكامل لتفسير الصور الصحفية، واللي بيحدد الخطاب البصري بشكل كامل هو أو هي. يبدو أنه الخطاب بالصورة هو في الواقع تحليل ضمني لهي الصورة. الخطاب البصري بيهتم بفهم الكيفية بتواصل الصور، وكيف بتشتغل ببيئة اجتماعية وثقافية، وكيف بتجسد المعنى. وبالتالي ممكن تشير عناصر معينة بالصورة لجوانب معينة من ثقافة المشاهد مثل الدين والفن والتاريخ ووسائل الإعلام. حتى يتم الكشف عن هاي الدلالات بتتطلب الصورة تفسيرات بين النصوص، واللي بتهدف للعثور عليها ووصفها وشرح الروابط بداخلها. بعض الصور إلها تأثير بلاغي على المشاهدين، وهو اكتساب مهارات القراءة والكتابة البصرية. يعني انه اما صورة او عنصر او مجموعة عناصر بتكون مرئية معينة فيها تحكي مع المشاهدين، وبتعمل ككتاب الراوي يلي بيمرر الرسالة المرئية. نتيجة نهائية ناتجة عن التأثير البلاغي هو انه العديد من الصور بتصير ايقونية. طبعا المقصود ايقونية هون انه يعني صورة ذات دلالة، يعني إلى قيمة نفسية معنوية إلى حد ما، يعني مثل مثلا صور السياسيين أو صور النجوم المشاهير لاعبين الكرة، يعني بهذا المعنى. وهون منكون وصلنا لنهاية الجزء الرابع. إذا حد عنده سؤال أو استفسار بتمنى يتأجل لآخر حلقة، لأنه الموضوع مترابط من الأول للآخر، وأنا مستعد لجاوب على كل شيء بس بعد آخر حلقة لو سمحتوا. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وتكون الصورة واضحة عن كل شيء حكيته، وتضلوا بخير وفرح، وإلى لقاء آخر مع حلقة جديدة.